الإفريقية. أقول أنا كنت شاهدا على مفاوضات المختار الداده والحسن الثاني رحمه الله جميعا كلهم، وأنا قلت لهم أنني لا يمكن أن أدعم طرف على حساب الآخر، والمهم بالنسبة لي أن يتفقوا، وإن يتفقوا فأنا معهم بذلك الذين اتفقوا معه. وعندما نادى رئيسك المرحوم بشار، مرحوم دادا في بشار بطائرته الخاصة وهدده بما هدده، قال المختار دادا: ألست أنت من كنت شاهدا على مداولاتنا 1970 و72 و74؟ نحن لم نقم بالاتفاق إلا بما أبلغناك به وما باركته قبل ذلك. أما الآن أن يكون بينك خلاف مع الحسن الثاني وترجع في في فيما قمت به، هذا قال أنا لا يمكن ك ك ك ك كموريتاني وكمسؤول بلغت ما بلغت بعد سنوات مع مداولات مع الملك حسن الثاني لن أتراجع معه وسأتفق معه. قال له خلاص إذا أنا سأسلح، قال له هذا الكلام: سأسلح أبناء عمك الصحراويين وسيهاجمونك. قال له مختار: ما تقول له الصحراويين؟ أنا أعرفهم، على الأقل اثنين منهم موريتانيين وبعض منهم من الصحراء الجزائرية، والبقية هم من جنوب المغرب، هؤلاء هم البوليساريو. يا أخي الكريم، نحن لا نتحدث من فراغ، والمحكمة الاستشارية التي تحدث عنها أيضا والتي تتحدث عن رأيها، سأقول لك بأخي الكريم مالك، أنت إذا كنت أنت شخصيا عندك مشكلة وأنت متأكد من قضيتك ومن شرعيتها، هل ستخاف من أن تذهب إلى عالم أو مختص في القضية لتستشيره؟ أقول لك أن الملك الحسن الثاني، وهذا مكتوب في مذكرات مختار الدادة رحمه الله، الملك الحسن الثاني كان متشبعا ومتأكدا ومقتنعا بأن ما لديه وأنه على حق، وأن ما لديه من حقائق لا يمكن الطعن فيها. ولذلك الملك الحسن الثاني هو الذي قال للأمم المتحدة: نريد رأي استشاري للمحكمة في هذه القضية. تصور معي، أتعتقد أنه لو كان لديه مثقال ذرة أن القضية قد يخسرها أو أنه ليست له سيلجأ إلى رأي استشاري؟ الرأي الاستشاري المحكمة تم بطلب من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية، بطلب من المملكة المغربية، وتم إحالته من الأمم المتحدة إلى المحكمة في لاهاي من أجل الإدلاء برأيها الاستشاري، وقامت تلك المحكمة بذلك الرأي الاستشاري الذي أنتم تأخذون جزء منه. نحن نعترف بالجزء، نحن لا نخفي القانون ونعترف بالجزء الذي تقول فيه المحكمة إنه لم يثبت لدينا من الأدلة لنقول أنه كانت علاقات قانونية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية وهذه المنطقة، إلا أنه بالحرف الواحد تقول ثبت لدينا علاقة بيعة هؤلاء القبائل مع سلاطين المملكة المغربية. لا 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 لا، اسمح لي، لا اسمح لي، قرار لم يقل كذلك، قال بعض، ما قالش. هذا أي الأخ مالك، على أي الأخ مالك، على أي الأخ مالك، لا تدخل جاك، الله يطول لي عمرك. لا خلاص معليش، الله يطول، خليه يكمل برك، خليه أبو طالب يكمل، خليه أبو طالب يكمل. نعم، أنتم يعني فقط أخي الكريم، أنا القرار ممكن أن أقرأه لك لأنه لا يخجلني، لا يخجلني لأنني قانوني وأعرف أن القرارات الاستشارية كل يمكن أن يؤولها كما ينبغي. أما الجزائر والبوليزاريو أخذت منها الجزء الذي يخدمها، وأما موريتانيا والمملكة المغربية أخذت الجزء الذي يخدمهما. طيب الملك الحسن الثاني ماذا قال؟ قال والله لو قالوا أن هناك علاقات قانونية لا، في الحقيقة لم يستجيبوا لرغبتي، ولكن عندما يقولون البيعة هنا أنا فرح. تعرف لماذا قال؟ لأننا نتحدث عن قضية تاريخية، وعند نشوب المشكلة العلاقات القانونية لم تكن موجودة، بل كانت العلاقات السيادة كانت علاقات بيعة. البيعة خلال دخول الإسبان للأراضي الصحراوية كانت السيادة تعبر بالبيعة
وليس بشيء آخر. وفسرها المغرب بهذه الطريقة وقام بما قام به. إذن أخي الكريم، لا، القرارات والقوانين وهذه الأمور إذا دخلتم فيها، ولذلك أنا قلتها منذ البداية، إذا دخلتم فيها نحن الذين يعني فاهمين القضية متفككة علينا، قلنا منذ سنوات لو تبعت الله يفاتي قبل سنين، قلت لهم من يبحث عن حل هذه القضية بالأمور القانونية فهو سيتعب نفسه وليس لديها حل قانوني، لأنكم تسقطون القوانين الطارئة الوضعية على قضية تاريخية. ولذلك أقول هذا الحل الذي أنا أقول، قلت الحل سيكون فقط سياسي، ولذلك أترك لي من القرار 380 قرار 15، القرار اليوم هو قرار اليوم، القرار الذي يدعوك أنت الذي تقول أنك لست طرف، يقول لك اذهب إلى طاولة مفاوضات ويقول ابحثوا عن حل توافقي، حل براغماتي، حل واقعي. هذا أبو طالب، أبو طالب، أبو طالب، أنت متأكد من حاجة برك؟ خيرك موريتاني برك، مانيش نتكلم مع أخ مغربي برك باش نكون على لا مالك، مالك رد مغربي لأنه لم يعطيك الرواية التي تريدها. رد مغربي مش مشكل، جنسه. مالش خويا، مالش صاحبي، أنت لا تتكلم، لا اسمح لي الرأي المغربي، أنت لست محاميه، فالأخ يحسن الكلام ويعرف الكلام. يعني لا والله، يعني أعييتمونا بهذا الأسلوب، أعييتمونا بهذا الأسلوب. والله أنت لي عيد نفس الرواية مع كامل الأسف الشديد. سبتوا ميلي يا راحت، سبتوا ميلي يا راحت، نفس الأسلوب يعني نفس الأسلوب. الله نعرفكم جيدا، أقسم بالله إنكم أزكرتم نفوسنا. على أي لو سمحت لا أتكلمت، لو سمحت مداخلتي دخلت السنة، أعطيناك فرصة لترد مكان الجزائري الذي لم يكن في المكان، فبالتالي وجب أيضا أن تتجاوب معنا، يعني احترمناك، أن تحترمنا. لو سمحت بالله عليك، لا أبو طالب، تنازلت عن مكاني لأن الأجزاء الذي كان هنا لم يتكلم. اللايف يا اخي، لست انت صاحب اللايف ولست انت ايضا فخفف على نفسك، ما تقوليش اعطيناك فرصه، انا ما قلتلكش اعطيك فرصه، خفف على نفسك. معليش انا فقط جيت على بعض النقاط اللي تهمت فيها بلادي، وانا يعني القضيه شوف فيها باللي حسمه القرار، حسمه ولا خلاص. ابي طالب، انا والله حبيت، معليش انت لم تجيب عن كلامي بالرغم من اني تكلمت وقلت لك لا والله اسمح لي، ما جاوبتني. مداخله، الله يطول لي عمرك يا اخي، ما نقدرش نتكلموا بكل، يا اخي او ما نقدرش نتكلموا بكل، يا يتكلم معليش يا اخويا، يا اخويا تكلمت، عطيناك فرصه طرح تساؤلات، جاوبك دورنا الان. خلي ابو طالب يكمل لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي كلي ابو طالب، واش حيقول لي؟ واش حتقول ابو طالب؟ واش حتقول يا ود زمط فهمك؟ خلينا نتكلموا كلمتين نقيموا في حالنا. يا ولدي احترم نفسك، احترم نفسك، مانيش نهضر معاك، احترم نفسك. واش الكلام هذا اللي راك تقول فيه؟ واش قله الادب اللي راك تقول فيها؟ علاه قلي على الكلام البذيء؟ قلنا لك اسكت، قلنا لك اسكت، تكلمناك، عطيناك فرصه تكلم، خلينا نتكلموا يا اخي، واش تحتاج من الحوار؟ شوف اذا بغيت مناظره مع ابو طالب اطلبها منه، ما نكونوش احنا، ما نكونوش احنا واش نو قيست هنا نبقاو مريحين تصنطوا لك. يا اخي نكمل كلامي معاه وتكلم كيما حبيت من الغدو، انا مانيش لا معليش اخويا، جيت راح تستنى كيما استنينا حتى احنا، ماشي انت جيت تفرض علينا شنو نتكلموا هنا. يا اخي انا ما فرضتش عليك، ما تفرضش عليا، انا قلت لك ما تفرضش عليا، ما قلتش نفرض عليك، انت لا تفرض علي. استمع اخ مالك، فقط نوضح الامور وبعدين كل ياخذ كلام. وهذا هو اكبر مشكله اخ مالك. شوف انا اتابع جميع وادخل في هذا الكلام. الاخ مالك، انتم تستضيفون موريتانيين وصحراويين من جبهه البوليساريو ويقدحون ويضربون عرضا وشمالا، وانا شخصيا لم أقل أبدا هذا. هؤلاء هم مستأجرون من المخابرات الجزائرية ومن الجزائر، مستقبلون من كذا. عندما يطلع شخص أبو طالب، أخي أنا لست مسؤول عن الآخرين، أنا مسؤول عن نفسي، أنا مسؤول عن نفسي. الآن تقاطع، لا تتركني أكمل. ويطلعون عندكم ويقولون أبي طالب خائن، يطلعون عندكم ويسبون ويشتمون. هل حدث عندي؟ اسمع أخي الكريم يا أخي، هل حدث عندي؟ اتركني أكمل حتى لا تدخل في نفس هذا. ويقولون هذا الكلام. وأما أن يطلع شخص معلوماته ورؤيته هي تتقاطع
مع رؤية المملكة المغربية أو الشعب المغربي فهو مخزني وهو على حساب المخابرات المغربية وهو خائن. أخرجوا من هذه الخانة وناقشوا المعلومات. أنا لم أقل ذلك. أنا لم أقل ذلك. والنقطة الثانية أنت شوية رديتيه مغربي. خليني نفهموا حاجة. أنت شتموك أنا لست مسؤول عن اللايفات الأخرى. أنا لست مسؤول عن ما يصرى في اللايفات الأخرى. إن كان هذا في لايفي فقل لي راه في لايفك شتموني وقالوا لي هذاك عندك الحق عليا. أنا لست مسؤول. هذا كل واحد ورؤيته، كل واحد كيف يشوف فيك. هذاك الله يسهل عليه. يا الخطاب موجه لك. الخطاب موجه لك. أنت قبل شوي تكلمت قلت لأبي طالب أنك هل أنت فعلا موريتاني؟ هذا سؤال استفزازي. يعني أنت تعرفه جيدا أنه موريتاني. معليش معليش شكرا لك. أنا قلت لك أنا تكلمت وقلت لك يا أخي أنت لما المغرب هو من لجأ إلى الهيئات هذه، يعني هو من طالب رأيها بعدما حكمت في ضده ولم تحكم في صالحه في نفس القرارات. ودي من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ يا أخي خليني نهضر أصحابي الرأي. يا أخي أنا مش مرة مغالطات على المتابعين. ما تمرش مغالطات على المتابعين. معليش أنا نتكلم مع أبو طالب. هو اللي يصلح لي. أنا قلت لك قرار الاستشاري للمحكمة. خلينا نروحوا. قرار الاستشاري للمحكمة العدل الدولية اللي أنت تقول المغرب كان يقول لا يخشى الذهاب لها، ورغم ذلك أنا نشوف فيه باللي حكم ضد المغرب اللي كان في 16 أكتوبر 1975. لا تحكم ضد المغرب. لا تحكم ضد المغرب. هذا قرار. هذا كلامك أنت فقط. يا أخي ما تقاطعنيش من فضلك. ما تقاطعنيش. خلي أبو طالب هو يدير الحوار. أنت ما تقاطعنيش من فضلك. من فضلك أنا نتكلم معك بأدب. مانيش كيبان وما مفهوم اللغة تاعي أخي مالك. خليني نكمل يا أبي طالب. خليني أبو طالب. يا أبو طالب ما تمارش عليا ما تمارش عليا الديكتاتورية اللايف تاعك. أنا صافي بس حتى ودقيز مرات بشيء مرات دابا حتى لا نكون في حلقة أخرى. قلت أنا لما أجبتك يعني يجب معليش أعطيني دقيقة. دقيقة 60 ثانية. 60 ثانية يا راجلك. يا راجلك قطعتني. ياك ما خليتنيش نصل. ربما لم تفهم كلامي في المرة الأولى يا راجل. خليني نصل الوضع. أخي مالك اتركني حتى أدير. أنت تريدني أن أدير. أنت لست وحدك في اللايف وهنا أشخاص، ومن الظلم أن أبقى تتحدث وأنا أتحدث. أنت حق الرد فقط. حق الرد 60 ثانية وفي الميكروفون. لا الأخ مالك. الأخ مالك واضح الجملة. دورنا أريد أن أضبط الأمور. استنى يا أخي الكريم. أنت وضعت أسئلة. هذه الأسئلة من المفروض أنا عندما أجيب عليها أن تخرج من يعني أن تخرج منها وتأخذ. أنت الآن تكرر أجوبتي. أنت تقول أنت لم تجيبني يا أبي طالب. والله لم تجيبني. والله لم تجبني أخي الكريم. استنى لما تفهم كلام. أنت قلت محكمة استشارية. أنا قلت لك أن كل فسرها وأخذ منها ما يريد. أنت تقول أنها في غير صالح المغرب. الملك المغربي خرج على رؤوس الأشهاد وخطب في العالم وقال هذه القرارات يخدمني. فخلاص أنا معليش 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 القرار 380. معليش معليش لا ترجع. الاخ ابو طالب اظن ان الدور دور يا 380. الاخ ابو طالب اظن ان الدور دور. مش راح نستمر يا اخ مالك. انت تقول باللي خدمه. انت تقول باللي خدمه. لا اخ مالك حط ميوت. لا اخ مالك حط ميوت من فضلك. الله يطول بعمرك. لا اخ مالك يا اخي حط ميوت. هل القرار لا حول ولا قوه الا بالله. المسيره الخضراء يا اخي قراراتك خليها عندك. نديروا مداخلتنا ومن بعدها تفضل. لا شكرا. لو شرحت الاخ بنت مجدور الفضاء. شكرا على هابط الفضاء غير حر. انت راك تسمع فيا. شكرا لك يا ابو طالب على كل حال. بنت مجدور وخير. بنت مجدور حق الله كلمه. الله يطول لي عمرك. ما خليتنيش نكمل. لا خلاص. الله لا مرحبا الله فيكم ولد عمي ابو طالب. الله لا مرحبا وسهلا. الله يطول لي عمرك. الاخوات اخوان الكرام تعرف علي قلت لكم خويا المغربي ومخليك تكون بالسلامه. المهم تحياتي لكم. اسمحي لي اخ. هو يقول بارك الله فيك. هو يقول هذا الاخ يريد ان يدخل الى لايف، وهذا هو اللي يفعله دائما. يدخل الى لايف عنده موضوع عنده امور ويدخل ويريد ان يحول الحوار يجر الحوار الى ما يريد هو، وعندما نجيبه لا يريد أن يخرج من الحلقة المفرغة ويعود إلى نفس الأمور الذي هو مقتنع بها. إحنا ما نقدم تمو ماشيين هذا المشي اللي هو. نحن نريد أن نتحاور نعطي فرص للناس
تتحدث. هذا مع الأسف لا يمكن أن أقول. الأخ الحر، نعم الأخ رأي الحر ما لم يتكلم، رأي المغربي ثم بنت بوجدور ثم كلها يأخذ دقيقتين ثلاث. بارك الله فيك. هذا الأخ مالك نعرفه جيدا، وطالما استمعنا لإسطوانته المعهودة والمتعهدة يأتينا بفقرات من القرارات الأممية وما إلى ذلك من مقالات صحفية وتصريحات لرؤساء وما إلى ذلك، لكن فقط الفقرات التي تخدم الأطروحة التي يتبناها النظام نعم نعم التي يتبناها النظام الجزائري. للأسف الشديد الإخوة في الجزائر أو من يوالون جبهة البوليزاريو لا يقرؤون، وحتى إن قرأوا يأخذون الفقرات التي تخدم أطروحتهم المغلوطة مع كامل الأسف، لأن الواقع والحقيقة، لأن التاريخ حقائق ووثائق. التاريخ يقول أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي طالبت إسبانيا بمعلومات عن الصحراء الغربية المسمات آنذاك من طرف إسبانيا بالصحراء الغربية. على أي المغرب هو الذي أوصل القضية إلى الأمم المتحدة، لم توصلها لا موريتانيا ولا الجزائر، ولم يكن هناك شيء اسمه جبهة البوليزاريو آنذاك. جبهة البوليزاريو تطالب بمبدأ تقرير المصير. عندما تطالب جبهة البوليزاريو بمبدأ تقرير المصير، وهذا المبدأ وضع في الأمم المتحدة من طرف الرئيس الأمريكي نيلسون بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا المبدأ يعطى للأقليات التي تريد الانفصال عن الدولة الأم وليس للدول المحتلة. لا يعطى للدول المحتلة، لأن الدول المحتلة يتم فيها تصفية الاستعمار كما تم تصفية الاستعمار الإسباني من أراضي الصحراء الغربية المغربية. أما جبهة البوليزاريو فهم يطالبون بمبدأ تصفية الاستعمار. هذا المبدأ يعطى للأقليات يا إما لديها اختلاف ديني أو ثقافي أو لغوي أو مجتمعي. هذه الأقليات يتم منحها ما يسمى بتقرير المصير على شاكلة الشعب الجزائري، لأن الجزائر مع الأسف لم تكن دولة قائمة. عندما دخلتها فرنسا لم تكن هناك شيء اسمه الدولة الجزائرية، فتم منحهم ما يسمى بتقرير المصير للاستقلال عن الدولة الأم التي أسست ما يسمى بالجزائر، وتم ذلك عن طريق العملية السياسية تقرير مصير استفتاء الشعب الجزائري وفق اتفاق أو ما تم الاتفاق عليه مع فرنسا على أن تكون الجزائر دولة متعاونة. نفس الأمر يريدون تطبيقه في الصحراء الغربية المغربية عن طريق تطبيق مبدأ استفتاء تقرير المصير. هذا المبدأ كما قلت وكما أشرت يعطى للأقليات التي تريد الانفصال عن الدولة الأم، فبالتالي مطالبتهم حط ميوت من فضلك الله يطول عمرك، حط ميوت من فضلك الله في المايك. فبالتالي مطالبتهم بمبدأ تقرير المصير أكبر دليل على أن هذه الأراضي أراضي مغربية تابعة للدولة الأم ألا وهي المملكة المغربية. الإشكال لديهم أنهم يتناسون أنهم أعلنوا دولة قائمة وفي نفس الوقت يريدون أن يطبقوا تقرير المصير على شعب هذه الدولة، وهنا أكبر مغالطة ولم يعرف لها التاريخ مثيلة. دولة قائمة وفي نفس الوقت هذه الدولة تريد أن تطبق استفتاء على شعبها لتقرر مصيره، مع العلم أنهم يعني مؤسسين دولة ودولة داخل دولة. الأخ الجزائري صرح أنه الجزائر قوية والتي وهي التي فرضت يعني بقاء ما يسمى بالقضية الصحراء في لجنة تصفية الاستعمار. أحيله أخي إلى ما قاله وزير الخارجية التونسي أحمد ونيس حينما صرح حول كيف تم إدخال ما يسمى بالجمهورية الصحراوية إلى الاتحاد الإفريقي أو إلى الوحدة الإفريقية كما كانت تسمى آنذاك، وتحدث بالحرف الواحد أن النظام الجزائري آنذاك بمساعدة نظام القذافي قاموا بشراء أصوات الدول الإفريقية من أجل تمتيع ما يسمى بالجمهورية الصحراوية بمقعد في منظمة الوحدة الإفريقية، وعرض عليه حقيبة مملوءة بالدولارات من أجل أن يصوت على هذا القرار ولكنه رفض. الحقيقة أن إفريقيا أو ما يسمى بالاتحاد الإفريقي كان اتحادا فاسدا تشترى فيه الأصوات، والجزائر بدل أن تشتري صوتها اشترت بدل أن تشتري مكانها اشترت مكانين، مكان لها ومكان للدولة التي تسعى إلى أن تخلقها في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. المهم في كل ما قلناه أن الإخوة في الجزائر أو الإخوة في جمهورية تندوف الصحراوية يقرؤون، وحينما يقرؤون فقط الفقرات التي تخدمهم أو تهمهم أو التي تتماشى مع طرحهم. عندما يأتي إنسان عربي أو أجنبي أو أي كان يقدم رواية تتنافى مع روايتهم التي يعتبرونها مقدسة وأن لا خطأ فيها وأنها لا تحيد عن الحق، يتهمونه بما يسمى أنه مخزن
مخزني أو أنه يعني عميل أو أنه خائن وما إلى ذلك من الأمور، مع العلم أنه في نفس الحالة عندما يأتيهم شخص يتماشى مع أطروحتهم ومقولاتهم وكل ما يسوقونه يتهمونه يلصقون له صبغة الحر وأنه يناصر الحق وما إلى ذلك من المغالطات. الحقيقة والخلاصة التامة أن ما يسعى النظام العسكري الجزائري في تطبيقه في الصحراء هو أن يعيد سيناريو الذي من خلاله أنشئ ما يسمى الآن بالدولة الجزائرية، وهي تكرار العملية السياسية في تقرير المصير لما يسمى بالشعب الصحراوي والذي لا يوجد في أرض الواقع، لأن الصحراء تعتبر منطقة قبائل وليس منطقة شعب. أما مبدأ تقرير المصير فهو يعطى للأقليات التي تريد الانفصال عن الدولة الأم، فبالتالي هذا أكبر دليل على أن الصحراء أرض مغربية. وإن كانوا يريدون تقرير المصير وافق الحسن الثاني على هذا المبدأ، لكنهم عندما عرفوا أن أغلبية الناس أو المواطنين الذين يقطنون في الأراضي التي تحت السيادة المغربية سيصوتون للمغرب، قاموا بجلب ما يسمى بالأزواديين والتشاديين وما إلى ذلك من الجنسيات، فرفض الحسن الثاني ذلك وقررت الأمم المتحدة باستحالة تطبيق هذا المبدأ لأن الطرفين لم يتفقوا على لوائح كل منهما. الجبهة رفضت لوائح المغرب والمغرب رفض لوائح الجبهة. ليتحدث بالقرن بهذه السنة 2023 أو 2022، آخر قرار للأمم المتحدة هو ما سيبنى عليه الأفكار أو الحلول المقترحة. الأمم المتحدة من فضلك لو سمحت، الأمم المتحدة قالت أنه من أجل حل هذا النزاع، من أجل لو سمحت أزمة طفايمك خلنا نتكلم ونوفيه كلامنا على أين حتى نوفي كلامنا يا ودي ما عندك حتى كونكسيون باغي تحل مشكل الصحراء. على أين آخر قرار الأمم المتحدة يقول أنه من أجل حل هذه القضية وجب عليهم أن يطبقوا. أخي حط ميوت خلينا نكمل أنا ضايق دقيقتين ونوفي كلام. يا ودي ما عندك كونكسيون ما عنده كونكسيون والله. لا على أي، كما قلت الإخوان وأعتذر للإخوة المتابعين لأنه للأسف الشديد بعض الأشخاص وجب أن يعني أن ترفع معهم الصوت حتى يستجيبوا. لا حول ولا قوة إلا بالله لو سمحت سنعطيك حق الكلمة وتتكلم كما تشاء. يا ودي لا إله إلا الله محمد رسول الله. رانا سابقك يا ودي احترمنا الله يطولنا عمرك، احترمنا ونعطوك كلمة. اسكت رانا سابقينك يا ودي حق الله. شوف بنت وجدور الله يطول لي عمرك، بنت وجدور الله يطول لي عمرك. الاخ ظاهر انه يتكلم مخيمات الوحده وحتى الكونكسيون ما كاينه، فبالتالي الجزائر لو كانت تدعم هذه القضيه عن حق لكانت حتى وضعت لهم ابراج للنت وما الى ذلك. للاسف الشديد يعتبرونهم لاجئين حتى بطاقه اللاجئ غير موجوده. حتى نلخص مداخلتي، في سنة 2022 آخر قرار للأمم المتحدة يقول أنه من أجل حل هذه القضية لابد للأطراف المعنية بالنزاع أن تتفق على حل واقعي وبراغماتي يتماشى مع الواقع ويتفق عليه الطرفين. أما ما يسطره الإخوة في جمهورية تندوف وفي الجزائر يحاولون فرض رأيهم الذي يدعي بضرورة استقلال الصحراء عن المغرب، وهذا الأمر لن يكون سواء اليوم أو بعد 2000 سنة، لأن هذا الأمر إن تم فسيتم بعد قتل 40 مليون مغربي، وهذا أعطيكم الخلاصة من الآن. وأنا فقط الأخ الذي طلع من الجبهة أسأله كم بلاغ وصلتم، لأن للأسف الشديد ما بقينا شادين معكم الحساب في الحرب التي أعلنتموها. هل حررتم متر أو مترين من الأرض أم لازلتم يعني في حرب ما سميتموها بالحرب؟ وتحية طيبة وشكرا الأخ أبي طالب. بنت بوشدور
السلام عليكم اخي الكريم. يا عسى يعني ضربت السياق. والله الا مرحبا يا ولد عم يا بيطيب. والله الا مرحبا ومرحبا باهل موريتان ومرحبا باهل الحق الذين يحقون الحق الذين يحقون الحق. وتحياتي لك من هون من بوزدور من أرضي. وتحياتي لولد عمي مولي المغربي. شو من الخوان الله الله خير من بوزدور. الله يطول لي عمرك. زبط فيمك خلي البنت تتكلم. زبط فيمك خلي البنت تتكلم وبعد تفضل انت ما عندك مشكلة. كلامك لن أطولك منه رغم أننا نعرف جيدا ما ستقوله. نفس الأسطوانة المكررة منذ 70 عام. نت يا مرتزق ما عندك نت اسكت ضع ميوت واستمع وتألم بصمت وعندما يصير دوره تكلم. وابدأ يعني يسب. قال لكم الخونة بدأ يسب. أنا نزلت يعني طالع لي برايا هون نعرفين ضعفها منين على أي لا نتكلم. أول مسألة أول من تحية لكم جميعا والإخوة المغاربة ومرحبا وسهلا بالجميع. الله نقول يا ولد عمي أبي طالب عن قضية الصحراء حسم أمرها أمميا سنة 1975 ولن